أهلا بك أكيد ده شرف لنا إحنا كمان وبالفعل زي ما بقول معاليكم يعني بنجاب عن غبطة أمين البطريرك الأمر إبراهيم إسحاق البطريرك الأوقات الكاثوليكة. شكرا فعلا بنحمل كل تهانينا محبتنا اعتزازنا لانتخاب سيادتكم رئيس للمجلس الله. وده يعني بنقول خطوة مجددة في مسيرة يعني مكللة دايما بالنجاح محكمة دستورية وغيره وغيره. وده يعني انا شايف ان دي علامة حلوة لبلدنا انها بتقدر تختار الاشخاص السليمة في المواقع فعلا. الله يخليك وليدي عيني محب زي ما بيقول. لا حق واستحقاق لحضرتك قامه كبيره يا فندم. الله يخليكم يعني بنعرف التاريخ ومدى المساهمه الوطنيه واللي احنا متاكدين ان الفتره اللي جايه حريصين اكتر واكتر. احنا لسه دلوقتي جايين من وزاره العدل علشان مشروع قانون الاسره للمسيحيين وشايفين تعاون كبير من الوزاره ومن كل بصراحه من كل المجالس ومن كل يعني النخبة السياسية والتنفيذية في البلد اللي فعلا في روح للمواطنة تعظيم ليها وتفعيل ليها حقيقي مش بس كلمات حقيقي وده اللي شعرينه. وكما تفضلت على فكرة ترجمة هذه الأمور إلى نصوص وإلى يعني هنقول إيه هو ده التطور التشريعي والتطور الطبيعي بقى يعني نزيل بعض الغبار اللي كان الموجود ان شاء الله يعني الفترات اللي جايه تكون يعني افضل الفترات باذن الله. والحقيقه يعني نيابه البابا الحقيقه يعني انه الى جانب طبعا الود وكل ما نحمله ولو يحمله الحقيقه الناس الكثيرين لانه ايضا يتمتع بحس سياسي ملحوظ جدا جدا وهو ده اللي اعتقد الناس كان لابد ان تبادل هذا الحس ايضا بذات الاحساس الصدق يعني واضحه جدا 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 في التعامل الصادق. تأكيدا لكلام دولتكم ان احنا كلنا رغبتنا هو استقرار وامن هذا الوطن لان لو في استقرار في الوطن في كمان حريه في التعبير عن الدين. اهلا يا فندم. ازيك عامل خير؟ ازيك يا سيدي؟ ازيك يا حضرتك؟ اهلا.